إذن خلي الدرس الآخر يأخذوه من هذا. معنى أمريكا ماضية في سياسة التخويف لهم حتى وراها تجلدهم على ظهورهم بالخيزران. ذلك يفترض من يتعرض بلده إلى إلى المهانة من أجنبي جرسيفه. لو يحكي على العراق احنا نقول له الزم حدك يا ولد، من فضلك اسكت واعرف حدودك. يقدرون يقولوا له خلي يقول. شوف ايش كثر بدوا يهينوهم. ايش من تعرضوا الى كان الخطر الايراني، مو العراق انبروا وصد لهم الخطر. الغرب الضعيف يدوسون على راسه، فعليهم ان لا يكونوا ضعفاء. وسبق اني قايل لهم اياها من زمان. شوف كم عنوان عربي عندنا، كم رئيس، صدام حسين رئيس جمهورية، فلان فلان رئيس جمهورية، فلان فلان ملك، فلان فلان ملك، فلان فلان ملك. أي باية فتحة الصدر من واحد يسمع نشرة الأخبار ويسمع هالكثر رؤساء وملوك وجيوش ودول، وتالي خمس مخبطين يقتلون بشعبنا فلسطين. كافي قبول بالمهانة، كافي ضعف. إيش دعوة كانت إسرائيل على التلفزيون يومية تقتل بالعرب، وأقصى تصريحات تطلع والله إحنا نشجب. شنو تشجب؟ جر سيفك جر سيفك جر سيفك. وبعدين هو ليش هو القدس ما يسوى إنه واحد يتحمل ضرب ويتحمل تدمير ويحصله؟ مصر الرسول ما يسوى؟ شو وقت تهتز الشوارب له؟ بس أدري شو وقت تهتز الشوارب وشو وقت الناس ينتخون. شلون تهتز الشوارب يا صدام واليوم منتوفة جميع الشوارب؟ ما عاد فيها الا سوالف بالاعلام، والسيف ما حد على جره ومجارب، وما عاد ابو زيزوم ولا ظل ضرغام من عقب عينك يا عطيب المضارب. راحت معزتنا الدرهم تدرهام، واليوم صرنا مثل حقل التجارب. الروسي يجرب له صواريخ والغام، وامريكا جتنا بس سياسة تحارب. جابوا لنا الارهاب في ثوب الاسلام، وخلوا بعضنا في بعضنا الضارب. وراع العمامة صار عنتر ومقدام، يعكر علينا صافيات المشارب. واللي يجي ويبيعنا حكي واوهام ثري على سفك الدمل ومآرب. الوضع مزري والعرب عقبك يتام، وضع العرب من بعدك اليوم خارب. عقب العراق اليوم شوف ولت الشام، والقدس للحز تحت حكم العقارب. وتريد تهتز الشوارب يا صدام؟ أبشرك ما عاد فيهم شوارب.